نور، رح نبلش اولى محطاتنا. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء انه يوميا عم ننسأل هاي الاسئله، كيف بدنا نمر ونحاول نمر هاي الايام الصعبه على الجميع. هاي الكارثه ما فقط هي كارثه عم بتاثر على يعني المنطقه اللي هي منكوبه، لا، هي عم بتاثر على سوريا كلها. اليوم وجع البيت السوري هو وجع واحد، اللي توجع بحلب ولا توجع باللاذقية ولا توجع بحما ولا بأي محافظة هو وجع واحد. لهيك دائما بحالات الكوارث والأزمات نحن بنحاول رغم قساوة الظرف وقساوة المشهد، لكن بحاجة دائما لنفكر بخطوات كيف نحن نقدر نكيف نفسنا ونكيف أمورنا ومؤسساتنا المجتمعية وغيرها لإدارة الأزمة. هاي نقطة كتير مهمة سلمى. اليوم شفنا فزعة مهمة كتير كبيرة من الشباب المتطوع على الأرض، جميع الجمعيات الخيرية والمبادرات الإنسانية كانت متواجدة، لكن إدارة الأزمات نقطة كتير مهمة اليوم منذ بداية الأزمة. يمكن نوعا ما بسبب الأزمات اللي مرت علينا صار عندنا شوية خبرة، بس يجب إعادة تأهيل من أول وجديد، تدريب الكوادر. في مبادرات جدا مهمة انطلقت، رح نحكي عن مبادرة مهمة لإدارة الأزمات، أزمات الأعداد وتأهيل كوادر للإنقاذ والإسعافات الأولية تكون جاهزة مدربة مهيئة لإرسالها للمناطق المنكوبة. لنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع معنا الدكتور منير عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية بالاستديو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح الأنوار. نحن بالأوقات العادية نسأل حضرتك كيف بدنا نخطط لشغل معين، كيف بدنا نخطط لحياتنا، ولكن للأسف هلأ عم نقول كيف نخطط لإدارة هاي الكارثة اللي نحن موجودين فيها. بالبداية مفهوم إدارة الأزمات أو إدارة الكوارث يمكن ما كلياتنا عنا نفس المعرفة فيه، ممكن البعض يكون بيعرف بشغل معين عنده خطوات، ولكن خلينا نقول اليوم للناس شو بنقصد بمفهوم إدارة الأزمة. 100% أولا في خلط كتير كبير بين أزمة وكارثة ومشكلة. الأزمات هي عبارة عن الاستعداد لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث، يعني دائما بده يكون في عنا خطة للشيء اللي بعيد عن الحدوث، وهو كارثة الزلزال اللي عم نعيشها من 200 سنة 300 سنة 500 سنة. عشنا كوارث مثل هدول بس نسينا أو تناسينا إنه بهي الحادثة ممكن تتكرر مع مرور الزمن، فنحن صرنا نعمل معها نتعامل معها وكأنها لا توجد. فالكارثة دائما ملتزمة مع الأزمة، ودائما تولد الأزمة الكارثة. فقد تكون كارثة طبيعية مثل عم نتعرض له، وقد تكون كارثة اقتصادية، قد تكون كارثة سياسية، وإلى عدة ألوان. ولكن نأتي للأزمة. الأزمة موجودة منذ العالم الإغريقي بالطب أول ما وجدت، وهي كانت النقطة الحرجة التي يمر بها المريض وكيف نتعامل معها. تصوري من قبل الميلاد عم يتعاملوا مع شيء اسمه إدارة أزمة. انتقلت للوضع الاقتصادي والسياسي بالقرن 19، وأصبحت إدارة مثل إدارة أي شيء آخر يجب التعامل معه. الأزمة هي عبارة عن مفاجأة الوقت ونقطة تحول جذرية خلال أجزاء من الثانية عندما تكون طبيعية، وهي زلازل والأمور اللي ممكن تستجر عليها. ولكن كيفية التعامل مع هاي الأزمة هو عبارة عن ضيق وقت واتخاذ قرار سريع. أصل الكلمة يوناني وتعني أن تقرر، to decide، هيك معناها حرفيا. يعني أنت بهاي الأزمة كل الثقل على ماذا ستقرر بالتعامل مع هالأزمة، وبسبب ضيق الوقت قد نخلق أزمة جديدة. فهي هون بدنا نحن كتير أشخاص، دائما بنقول بدنا أشخاص مروا بالأزمة هاي منشان نقدر ناخذ من تجارب مستفادة نحاول نتلافى أخطائهم. فهون دائما نحن عم نعيش هي الأزمة، يجب أن نتعامل معها وكأنها منصغرها شوي مشكلة، يجب أن ندرس بدائل الحل، نختار البديل الأمثل. ولكن الفرق بين الأزمة والمشكلة أنه ليس هناك وقت للتعامل معها، فلذلك قد تولد بعض الحلول لا تكون هي المناسبة، وقد تصدف أن تكون هي الحلول المناسبة اللي اتخذت بالوقت المناسب عندما نتعامل مع أشخاص مروا بهذه الأزمة وتم الاستعداد لها. فنحن لازم نتذكر أنه أي شيء هلأ هذا الشيء توعية لنا. في عنا عدة أشياء بحياتنا نحن استبعدنا أنه تحدث، ولكن هذا الوقت المناسب أنك تعيديها لحساباتك، قد تحدث. انت شو مخططة لها؟ ونحن عشنا طبعا كارثة زلزال عمره 12 سنة احنا متعايشين معه، والآن
هو الزلزال الحقيقي الطبيعي من الطبيعة. طيب خلينا نحكي عن المبادرة، هي إعادة تأهيل وتدريب كوادر لشباب متطوعين يقدروا يتعاملوا مع الحدث ويكونوا جاهزين للتوجه لأي منطقة بيكون واقع فيها الحدث أو الأزمة. خلينا نحكي النقاط الأساسية اللي ركزتوا عليها، يمكن من خلال الكارثة الإنسانية اللي حصلت نحن بنعرف قديش الموضوع الإغاثي هو الأولي، يعني طريقة التعامل فرق الإنقاذ كيف كانت، هو مشكلة الوقت مثل ما أشرت إلى بأكثر من نقطة خلال حديثك، قديش فعليا هو ضيق الوقت، كيف فيني أنا أستثمر الوقت لو بستثمر بطريقة صحيحة والتعامل مع الأزمة أنا بكسب كتير قصص يمكن ما خسرتها هلأ اليوم. تمام، هلأ إحنا نزلنا كلياتنا كمؤسسات تنموية بلشنا نعالج أمور كارثية مو من اختصاصنا، ولكن لقينا أنه فينا نستجيب أسرع من غيرنا لأنه عملية الإدارة والتنظيم أكثر مع المؤسسات التنموية من الإغاثية والكارثية. فكنا عنا نخطط، إحنا نزلنا بعد 4 ساعات تماما لقينا وتحاكينا مع الإنسان واستجاباته، استجابة طارئة بتخص حياته وبقائه على الحياة، هي فورا عملناها بتبرعات عينية ونقدية وراحت وتم إرسالها عبر قوافل المنظمة تحت الحملة الوطنية للاستجابة والتعاون مع المتضررين بالزلزال. نحن أكثر من 42 جهة تنموية وإغاثية موجودين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فكان عندنا دائما توجه أنه في عندنا مظلة كبيرة تقدر توجهنا في حال في استجابة على الأرض أوسع من استجابتنا حتى نستجيب. وطلعنا على الناحية الإنسانية الأخرى، الناحية الإنسانية الأخرى أنه أنا في عندي أشخاص كيف بدها تتعامل مع تكرار الحادثة، وهذا صار يتكرر الزلزال بترددات معينة. إذا فكرنا بالإسعافات الأولية وهي أولا أن نحمي أنفسنا ونحمي الأشخاص القريبين منا بمساحة جغرافية قد تكون المنزل، ومن ثم إسعاف الآخرين خارج مساحة جغرافية. بلشنا بدورات إسعاف أولي مع فرق طبية تطوعية وأعلننا هذه المبادرة مجانا كثقافة مجتمع، أولا كيفية الاحتماء عندما يكون هناك كارثة نحافظ على حياتنا والتعامل مع الكوارث، ومن ثم كيف نسعف إسعاف أولي. فأكثر من يعني تخيل أنت الإقبال مخيف كان، وليس في محافظة دمشق الفريق الطبي مشكور طلع قسم منه ودار بالمحافظات المنكوبة، راح على حلب وراحوا على اللاذقية وراحوا على حما وتعاملوا أيضا مع محافظات أخرى للاستعداد للجاهزية. إحنا ما فينا بس نتعامل مع الأزمة إنه بتضمن مساحة جغرافية معينة وهي هي بس اللي انصابت بالكارثة اللي إحنا بس نتعامل معهم، قد نكون يعني بأي مكان إحنا معرضين لنفس الكوارث. فكانت الإسعافات الأولية هي والاستعداد لكيفية التعامل مع الكوارث هي أهم استجابة تنموية لقيناها بهذا الوقت ونحن مستمرين معها. طبعا ما وقفنا شيء اسمه التبرعات العينية والتبرعات المادية كلياتها عم نقدمها، ولكن عم نعالج مرحلة التنمية. هلأ نحن حنروح إن شاء الله بمبادرات جديدة، ما هي حاجة الناس بعد التوطين، يعني احنا رايحين على مرحلة انه عملية التوطين لهدول الاشخاص اللي فقدوا كل ممتلكاتهم، وعملية الدعم النفسي لهؤلاء الاشخاص الموجودين صاروا بمكان مستقر. صحيح، وهون بدي اسألك دكتور منير، يعني مثل ما حكينا انتو جمعية لكم او مؤسسة لكم باع طويل بالعمل المجتمعي وايضا العمل ببغية توظيف الناس. نحن بنعرف هلا في كتير ناس وظائفها تضررت، يعني اللي كانوا بيشتغلوا باليومية، في ناس محلاتها راحت، في أمور كتير تغيرت. يعني احنا مو بس أمام فقدان المكان المأوى والمأكل والمشرب والملبس، لا احنا أمام مشكلة تانية انه احنا بعد ما أمننا هالناس هل رح نخليهم دائما هن بانتظار الوجبات اللي بدها تيجي لعندهم يوميا فقط لا غير؟ طبعا بدنا نرجع شوي شوي الحياة، يعني إن كان المدارس إن كان الجامعات إن كان رب الأسرة إذا كان لساته موجود أو عايش، اللي موجود يقدر يرجع يلاقي شغل يشتغله. هذا الشيء بده جهد وبده وقت، ولكن لازم نبلش نفكر فيه. هل وضعتوا آلية لهذا الموضوع؟ هلا احنا على مستوى مؤسسة عم نفكر مع زملائنا كلياتهم اللي هم تحت مظلة الحملة الوطنية، طلع معنا افكار كثير رائعة. الحقيقة اول شيء دراسة التربة مرة ثانية في حال انك بدك تعيدي انشاء المنازل بنفس التربة، هي انه هل فيها خطورة بعد زمن ولا لا؟ فإذا اصبحت اماكن آمنة ودرست جغرافيا لحتى تصير في عليها ابنية، فنحن بدنا نعيد العمل لها، لانه شريان الحياة والدم لهذا المجتمع انه يعيد نفسه وتكوينه وانه يكون في عنده فرص عمل. الفرص الموجودة حتكون بهي المناطق هي فرص ريادية، لأن مناطق من الصفر بدها كل شيء، وأهم شيء أنه يكونوا أبناء هذه المناطق هم من يقومون بالأعمال الريادية. فعندنا هلأ شق تنموي أيضا وشق اقتصادي اللي هو حنشتغل مع بعض الجمعيات اللي ممكن تدرب معنا بعملية
الدعم النفسي بالأول وعملية ريادة الأعمال، وعم نحكي مع مؤسسات أقراض صغير ممكن تعطي قروض صغيرة تكون بضمانة الشيء اللي هو العمل الريادي اللي عم نقوم فيه، يعني ما عليه أقساط، يعني ما عليه أي شيء. بس طبعا هذا الشيء كله بالتعاون، ما فينا نفصح عنه هلأ لحتى ناخده كعملية بروجكت متكامل لكل الأشخاص. لحنا بنحب نقول لكل زملائنا الموجودين معنا بالعمل التنموي أو العمل الإغاثي، أهم شيء بهذا الأزمة هو التنسيق من شان ترشيد النفقات. فدائما مثل ما تفضلتي حضرتك، مو الحل هو بإعطاء وجبة، الحل إنه ماذا بعد الوجبة، هو عملية انتقال لمكان آمن. عملية انتقال لمكان آمن حنبلش إعادة الأطفال إلى عملية التعليم، نبلش ندخل شريان الحياة في التعامل مع الأزمة. إذا بنرجع لمراحلها هي بعد انطفاء الأزمة، حتى ما تتفاقم الأزمة يجب أن نسعى إلى تلاشيها بشكل كامل. تلاشيها بدنا إعادة الحياة بكل مكوناتها. فلحنا وقت هلأ تلاقي أشخاص عم يتدربوا إنه يعملوا مشروع صغير، ما حدا يقول مو وقتها، هذا وقته تماما، لأنه حتى يطلع من حالة الصدمة اللي هو عايش فيها لازم ترجعي له مراحل الحياة اللي كان عايشها. أما الصدمة ضل أنا قاعد عم قل له صر أنت بصدمة، وأنت صحيح. وأنا قاعد عم سمعه هذا الكلام السوداوي كلياته، مستحيل يطلع من أزمته. فأنا بدي أنقله لحياة عادية، وهي الحياة العادية تأتي بالمراحل. فإحنا تدريجيا استفدنا إحنا من الحملة الوطنية كتير، إنه الكلمة اللي عم بتكون على الأرض الواقع هي من مراكز الإيواء ومن أشخاص فاقدين لكل ممتلكاتهم عم توصلنا باللحظية. فهذا الشيء هذا مش هاي فائدة المجتمع الأهلي الحقيقة، يستجيب سريع. يعني تخيلي أنت إنه إحنا مبادراتنا طلعت بعد 3 ساعات من الزلزال، يعني كنا فورا عم نروح وكنا فورا عم نقيس على أرض الواقع. فإحنا هلا إذا عم يسمعنا أي أحد، إحنا بس عم ننورهم إنه هاي الشيء هو من أرض الكارثة عم نطلع فيها المشاريع. عملية الدعم النفسي هلأ بلشنا فيها الحمد لله، وفي كتير أشخاص عم تستجيب. لحنا عم نشتغل على الأطفال بشكل أولي، بحيث أنه يطلعوا من مخيلتهم ومن ذاكرتهم من هالنظر السوداوية هاي. أيضا لحنا في دعم نفسي للأهالي، لأنه هن الأهالي مصدومين، ما عم يقدر ما عم يشوفهم أطفالهم، كلنا مصدومين، ما عاد في فئة معينة هي مصدومة أكثر من تمام كل يعني. مصدوم صراحة تمام. بس لحنا لازم نخفف على بعض بعملية الصدمة. يعني أنت مثل المرحلة الخروج من الأزمة هي أن ترجع إلى الواقع تدريجيا، فهي انطفاء الأزمة ممكن تخلق بعد أزمة جديدة. نفوت لحنا بمرحلة لسه بدها علاج أكثر من الأزمة وعياش، إنه لحنا كلياتنا هلا عم نعيش بمخيلتنا إنه الزلزال حيقدم، هذا ما بيصير نقدر لحنا نتعايش. ولازم روحة بالزلزال نذكر كل المشاهدين إنه موجود بالدول، وتصبح الدول بكاملة متعايشة مع الزلازل بحياة يومية، وقدرت تطلع منها بكود زلازل وعمليات إعمار وعملية تعايش مع الزلزال، وما غيرت مواقع دولها. هي فوق مناطق زلزالية، وكل يوم تتزلزل منها اليابان، ومنها 4 ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدة دول، إندونيسيا وماليزيا والشواطئ الفلبين، كلاتها هي مناطق وجدت بمناطق كلها زلزالية وتعايشت معها الأشخاص. وبالعكس هي دول من الدول المتصدرة بالاقتصاديات. فلحنا بدنا نتعايش مع أزمة، لازم لحنا نطور أدواتنا. وعملية التعامل مع إدارة الأزمة هو تطوير أدوات تشبه مراحل الأزمة حتى ما عاد تأثر عليك الأزمة، فتصبح الأزمة ورائك. أما ما فيني ضل عم عيش على الأزمة وضل أنا عم أقول هذا المستقبل السوداوي، وأنا ما فيني أطلع من الأزمة، وهيدا كلياته بلاء. هي كارثة ولدت أزمة، أدواتنا بتتطور بنتعايش مع هي الأزمة. بالعكس بتصير هذه الأزمة هي شيء من البديهيات لتجاوزها. يمكن حكيت نقطة كتير مهمة، قديش فينا اليوم نتعايش مع هي الأزمة ونتجاوزها. خلينا نحكي عن المبادرات، يعني يمكن بعدة مبادرات. خلينا نحكي عن مبادرة مع بعض بنجتاز الأزمة، قديش فعليا إذا تطبق هذا الشيء على أرض الواقع، لأنه التكاتف والتظافر الاجتماعي الموجود على الأرض فعليا كتير كبير، بس يمكن التشبيك والتنسيق بطريقة صحيحة أنا فيني أختصر وقت، أختصر مجهود، وفي نفس الوقت أتجاوز الأزمة بشكل أسرع. تمام. نحن مع بعض بنجتاز الأزمة، هي مبادرة عمرها 4 ساعات بعد كارثة الزلزال، وأطلقت وحدثنا عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ونزلنا كلياتنا تحت الحملة الوطنية للمساعدة المتضررين بالزلازل بمناطق المنكوبة. اشتغلنا نحن كلياتنا على شقين، ناس موجودة على الأرض بقلب الأزمة عم تعطينا أخبار ثانية، مو دقيقية ولا ساعية، ثانية، شو عم بيصير بمراكز الإيواء، كيف عم تكون العائلة.
مساعدات عم تحتوى وعم تعطينا هون لحنا عم نستجيب عن طريق قوافل مساعدات كل منظمة تزها مع متطوعين موجودين معنا بالجمعيات والمؤسسات التنموية والإغاثية الموجودة معنا بيوزعوا وبيصوروا بيوثقوا وبيجيبوا لنا قوائم إنه تم الاستجابة لهدول الأشخاص لحتى نحن ساهمنا ببعض المطابخ اللي هي موجودة هناك حسب الحاجة وهي موجودة أمام مراكز إيواء معينة. أيضا لحنا قرأنا كلياته حسب الاستجابات يعني ما فيني احكي كثير شغلات بسيطه مثلا من موضوع انه ما في عمليه مثلا حمامات بسيطه مثلا نحن بنامن الداخلي ما في عمليه اطفال كثير نامن حليب الاطفال ما في عمليات يعني كلياتها هي عمليات استجابه سريعه استجابه طارئه والشيء اللي ساعدنا كثير هو الاداره والحقيقه صحيح. اداره الازمه اهم شيء هو في التعامل مع الازمه مشان ما نكرر بعض لحنا اجتمعنا كلياتنا على نفس القرار فبتلاقي المبالغ المساعدات هي مرشده جدا لانه تذهب حقيقه للحاجة الموجودة هناك. نحن هلأ المرحلة الثانية بمبادرتنا أمننا يعني سكن الحمد لله لعشرات العائلات هذا المهم ومدرجة هلأ عنا نحن بالأسماء وكل عائلة حتى هي العملية بدها تنسيق صحيح تنسيق كبير الناس بالأوراق وبديك تروحي أنت تعرفي عنا عن طريق المختار وهل هي كانت متضررة بهي الأزمة ولا لا وعملت الإسكان وهلأ نحن عم نفكر بمبنى كتير كبير هو التسكين الجماعي مثل وقت تكون مثلا مساكن شعبية بتكون موجودة كلها عدة منازل وهي مكاتب الحقيقة كانت مثل استوديوهات كلها لها حمام ولها مثلا غسالة وعمليات تنظيفية على مستوى الطابق ككل مثل نظام غربي ولكن هي ولدت معنا بالأزمة الحقيقة فأخذنا البناء كله اللي احنا عم نوطن فيه فهي اللي احنا عم نشوف بس تنجح هي التجربة حننقلها للكل يعني الكل يمشي عليها يعني مثلا بناء طابقي 10 طوابق عم تحكي كلياتها مثلا على بناء مكتبي واستوديوهات وبننتقل له لعملية من يحتاج هذا المسكن وكيفية الانتقال له والتوثيق. يعني بالختام بدنا نشكرك دكتور منير دائما بتعطينا معلومات مهمة وإن شاء الله الكل يكون استفاد منها شكرا لكم إن شاء الله نجتاز الأزمة مع بعض إن شاء الله يا رب مع بعض أكيد يا رب نقدر نجتازها نشكرك كثير على وجودك معنا ومشكورين على كل الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها يعطيكم ألف عافية عجبنا ومقصرين مع أهلنا كمان شكرا لك دكتور